الخامسة من الجزائرية الإخبارية، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية بالعناوين. المجاهد والوزير الأسبق نور الدين يزيد زرهوني في ذمة الله، ورئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يعزي عائلة الفقيد. في اليوم العالمي للغة العربية وقفة عند مكاسبها بالجزائر رغم الجائحة، والمناسبة فرصة لاستكشاف إبداعات شبانية في مجال القصص والتأليف بلغة الضاد. قرية كرابو بالبيض تستفيد من مشاريع تنموية في عديد المجالات، من شأنها فك العزلة عن الساكنة وتثبيتهم بأراضيهم. ونتابع من البويرة زاوية بالعموري بسيدي عيسى قبلة الطلبة من مختلف أنحاء الوطن لحفظ القرآن وتلقي أحكام الشريعة السمحة. بداية، قدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تعزيه الخالصة لعائلة الفقيد المجاهد والوزير الأسبق نور الدين يزيد زرهوني، وجاء في رسالتي السيد الرئيس: تلقيت اليوم بحزن نبأ وفاة المجاهد والوزير الأسبق نور الدين يزيد زرهوني، وعلى إثر هذا المصاب أتقدم بأصدق التعازي وخالصي المواساة لعائلة المرحوم، سائلا الله عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان، وأن يسكن الفقيد فسيح جناته. إن لله وإنا إليه راجعون. كما تقدم رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح جوجيل باسمه وباسم أعضاء مجلس الأمة بتعازيه الخالصة لعائلة الفقيد المجاهد الدبلوماسي والوزير نور الدين يزيد زرهوني، وأن يلهمها ورفاقه في الكفاح جميل الصبر وعظيم السلوان، مضيفا أنه برحيله تفقد الجزائر اليوم أحد خدام الدولة المخلصين المشهود له من خلال جميع المهام والمسؤوليات التي أنيطت به بالتفاني، وأحد أولئك الذين اتسموا بخصال رجل الدولة وعون السلطة العمومية في خدمة المواطنين، ومجاهدا مقداما ومناضلا فذا من رجالة نوفمبر. كما تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق طيب زيتوني بمواساته وتعازيه الخالصة إلى عائلة الفقيد، رجيا من المولى العلي القدير أن يشمله بواسع رحمته وغفرانه. المجاهد ووزير الداخلية الأسبق نور الدين يزيد زرهوني توفي اليوم عن عمر ناهز 83 سنة إثر مرض عضال. الفقيد التحق مبكرا بجيش التحرير الوطني، حيث أصبح عضوا فاعلا في صفوفه، لينضم بعدها إلى وزارة التسليح والاتصالات العامة المالج التي تم استحداثها في الحكومة الجزائرية المؤقتة. كما شارك الفقيد ضمن الوفد الجزائري في مفاوضات إيفيان بصفته خبيرا عسكريا. بعد الاستقلال تقلد الراحل عدة مناصب سامية في الدولة، هذا وسيوارى جثمان الراحل الثرى غدا بمقبرة العليا. إن لله وإنا إليه راجعون. إذن، وكما جاء في العناوين، تحتفي اليوم الجزائر باليوم العالمي للغة العربية المصادف ل 18 ديسمبر من كل سنة. تاريخ إدراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، حيث تعد اللغة العربية من أقدم اللغات وأكثرها تحدثا وانتشارا في العالم بأكثر من 467 مليون نسمة. والمجلس الأعلى للغة العربية يسهم أيما إسهام في تطوير وترقية لغة الضاد من خلال العديد من الإصدارات والتظاهرات والسعي الحثيث إلى مواكبة التكنولوجية الحديثة. المزيد في هذه الورقة لمن العجل. كمال يطفو عليه الكثير من الجمال،
هكذا هي لغة الضاد التي يسعى المجلس الأعلى للغة العربية للحفاظ عليها ودعم الرصيد الأدبي فيها رغم القيود التي تفرضها جائحة كورونا. لم تثنن الجائحة عن أداء عمل المجلس بشكل عادي، المجلات في صدرت في أو في وقتها، بالعكس بأن هذا العمل الذي ترونه أمامكم فإنه صدر في عصر الكورونا. أنجزنا بمعية بلاد أخرى، أنجزنا 8 مجلدات تحتوي ألف وباء فقط، ولكن وصلنا إلى حرف الحاء، ومن حرف التاء إلى الحاء نحن الآن في طور المراجعة وسيستمر العمل. وسعيا منه لمواكبة التطور التكنولوجي واستثماره في ترقية اللغة العربية، استحدث المجلس الأعلى مكتبة رقمية جمع فيها مئات العناوين. تتيح هذه المكتبة البحث في الأوعية الفكرية المنشورة في العالم وكذا إصدارات المجلس الأعلى للغة العربية، بالإضافة إلى إنجاز دليل ثلاثي اللغات بالعربية والإنجليزية والفرنسية في مصطلحات الأرشيف والتوثيق. مجهودات يسعى القائمون من خلالها لدعم الحرف العربي ضمن وسائط تكنولوجية باتت تفرض نفسها على القارئ كما المؤلف. شغفه باللغة العربية دفعه إلى الاجتهاد في أغوارها والبحث في مكنوناتها. سعيد فتاحين المؤلف والقص، ورغم حدثة سنه ينافس على العديد من الجوائز الدولية والوطنية التي تعنى بلغة الضاد. نتعرف عليه في بورتري عمر بعلي ونطلع على القصة. في قرية صغيرة كانت تعيش فتاة صغيرة اسمها منى، وكم تحب أن تذهب كل صباح. هكذا يسعى سعيد فتاحين إلى أن يورث جماليات اللغة العربية واستعمالاتها للنشأ. ترسيخ اللغة العربية يأتي بالقراءة المتكررة في التحفيظ القرآن الكريم للأطفال هذا كبداية، وأيضا الاطلاع على قصص الأنبياء في المدرسة أو من جانب الأولاد، ومن جانب أن يسهر الأب والأم على تلقين هذه اللغة وفق طرق مختلفة. تتيم وعشق سعيد للمطالعة منذ أن كان صغيرا جعلا منه اليوم مثقفا يظفر بجوائز في مجال التأليف داخل وخارج الوطن. سعيد فتاحين لا أعتبره كاتبا فقط، بل أعتبره عبارة عن مجموعة من الأفكار المترابطة فيما بينها تعبر عن مدى تمكنه في اللغة العربية ككاتب، وأيضا تمكنه في المجال الثقافي على أنه ناشط ثقافي في المستوى الأدبي. يعني أنا إنسان اكتشف العربية وهو صغيرا يعني، وتلك الاكتشافة كانت بداية جديدة لمرحلة التدوين فيما بعد، رحلة اكتشاف جديدة عن طريق المشاركة في جائزة طيب صلاح العالمية بمجموعة القصصية رجل سيء السمعة، وقبلها كنت قد شاركت في مجموعة بقصة بعنوان ساحرة مالطا. اللغة العربية هوية واعتزاز، والإبحار في ثناياها نجد فيه متعة ولذة. برلمانيا استمعت أمس لجنة المالية والميزانية إلى وزير التجارة كمال رزيق الذي قدم عرضا عن استهلاك ميزانية القطاع لسنة 2018 بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. كمال رزيق أوضح أن الوزارة بصدد إحياء خريطة المخابر بهدف مراقبة النوعية وقمع الغش. تنمويا وبالبيض، استفادت قرية كرابو من مشاريع تنموية عدة، كما تم توزيع 8 سيارات إسعاف مجهزة على المؤسسات الاستشفائية. المزيد مع عبد الوهاب حدبي. استبشر سكان قرية كرابو بولاية البيض خيرا بعدما وفت السلطات الولائية بوعودها تجاههم من خلال فك العزلة عنهم، حيث تم تهيئة الطريق المؤدي إلى القرية وإنجاز قاعة للعلاج وقسمين للتمدرس. أولي من الحمد لله يا رب، أنا الحمد لله رب ونشكره على دولتنا كثر السلطات تاعتنا كل طريق قاعة للعلاج والخلاصة تاع القرية تاع تقريبا السنة الأولى السنة الزوجة. درك الحمد لله داولنا الطريق، عبدونا الطريق، خدمونا العيادة هذه هيوينا، خدمونا الكلاسة هذه هيوينا، درك الحمد لله في الحقيقة درك لاباس، درك في تحسن خامل لكنا. واش هو تخصنا شويه من المنطقه هذه باردة، بارده بزاف بزاف، ما كنتش تصور هنا خصنا ماذا بينا شويه الغاز
الحمد لله اللي حللنا طريق جديده، ورانا محتاجين مواد اوليه كما الغاز والكهرباء. دعم قطاع الصحه بالنسبه لمناطق الذل حاضر هو الاخر في ملف التنميه، خاصه في ظل جائحه كورونا، حيث تم توزيع 8 سيارات اسعاف مجهزه على المؤسسات الاستشفائية. عملية توزيع سيارة الإسعاف لفائدة المؤسسات الاستشفائية، الحصة الأولى ضمن عملية مسجلة في إطار صندوق الإدارة العليا، وستأتي في الأيام المقبلة إن شاء الله عملية أخرى تخص مؤسسات الصحة المتبقية. وتعمل السلطات العمومية بولاية البيض جاهدة للتكفل بمشاكل كل سكان مناطق الدل، حيث تنعدم التنمية ويعيش الناس ظروفا قاسية خصوصا في فصل الشتاء. في النشاط الفلاحي يتطلع المستثمر عبد القادر العلام من خلال مشروع مزرعة الأشجار المثمرة وتربية الحيوانات بالمنطقة الحدودية تقدمت بتلمسان إلى تحقيق مردود وافر استنادا على مختلف آليات الدعم. المزيد مع محمد سلمي. مشروع فلاحي فتي في شعبة الأشجار المثمرة والتربية الحيوانية بدأه المستثمر عبد القادر الأعلام منذ 3 سنوات بالمنطقة الحدودية تعدمت بتلمسان. بروجي هذا بديته 2017، كمصيت بشوية بشوية. في البداية كان عندي غلم، بات شوية وخليت شوية وزدت البقر ودرت مشروع تاع البقر والحمد لله. والثاني زدت النحل ثاني. ودرت النحل الزيتون، عندي الشجطبة. أنا حبيت هذا المشروع وأنا مع الشيباني هنا نعاون فيه، وحبيت نكبر المشروع ومشيت للتكوين المهني باش نزيد نقرا ونعرف هذا المجال هذا أكثر. تسهيلات مقدمة من قبل السلطات لفائدة حاملي المشاريع، والهدف الأسمى هو العمل على تنمية المناطق الحدودية. والحمد لله النتائج بدأت نشوف الثمار تاعها، كما هو الشأن بالنسبة لتربية الأبقار، بحيث أن العديد منهم يساهمون في جمع الحليب لمختلف المصانع المتواجدة عبر أقليم الولاية، وكذلك فيما يخص الزيتون، وهي كلها عمليات تساهم في الاقتصاد الوطني. كما يتطلع عبد القادر إلى توسيع مشروعه والمساهمة في التنمية المحلية بالمنطقة. إلى تطورات الوضعية الوبائية في بلادنا، حيث سجلت 438 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع حالات وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 398 مريضا للشفاء، وهذا حسب ما كشف عنه اليوم الناطق الرسمي للجنة الرصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فرار. هذا وتتواصل الحملات التحسيسية بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء. العين في النشرة من ولاية تيزي وزو في روبورتاج هارون ميدي. ليل نهار، أنا الكورونا، أنا الأقوى، لا شيء يهزمني. لا شيء يرسخ ثقافة الوقاية لدى الصغار مثل التمثيل والمسرح، فكرة أرادت من خلالها جمعية إقرأ تمرير هذه الرسالة للأطفال. ووجهي هذا أخفيه بكمامة دوما أحميه. كل ما ندخلوا القسم نديروا الجال ونقعدوا نمسحوا الطاولة تاعنا بالجال ونبداو نقراو. ويجب استعمال المرفق عند العطس أو السعال، ولا يجب التصافح ولا العنق. المبادرة التحسيسية استهلت بمدرسة فروح محمد عبر تنظيم نشاطات توعوية لفائدة التلاميذ. لن نترك شيئا يهزمنا، لن نترك شيئا يؤذينا، فكورونا فيروس مغرو نقتل بماء وصابون. هناك يعني قافلة تحسيسية سوف تقام عبر كامل التراب الوطني، وبطبيعة الحال ولاية تيزي وزو كبقية المكاتب الولائية نظمت أو اليوم قررت يعني إطلاق القافلة التحسيسية. هذا العمل هو بتنسيق مع مديرية التربية. يعني لما تشعر بالتلاميذ الصغار مثل هؤلاء يعني متفهمون لهذا الوضع، يحس الإنسان بالإطمئنان، والإطمئنان نأكد أنه موجود في المؤسسات التربوية. نحن الآن وصلنا إلى مرحلة أنا نقول أننا استطعنا فيها أن يعني نضبط أمورنا لمقاومة هذا الوباء.
فكرة هادفة ترسخ الثقافة الصحية السليمة لدى الناشئة وجب تعميمها لكافة المتمدرسين. السلام عليكم سبحان ربي في الله أني شكور ربي موضة ندي يرحم ربي ويدي موضة تحضر فينا. بوريا ثرى ظهر اليوم بمقبرة عين البيضاء بوهران جثمان والصحفي بالمديرية الجهوية غرب لوكالة الأنباء الجزائرية جادور صلاح الدين قدور والذي توفي ليلة أمس عن عمر نهز 54 سنة بعد صراع طويل مع المرض. الراحل اشتغل بالعديد من الصحف قبل الالتحاق في 2004 بمكتب وهران لوكالة الأنباء الجزائرية حيث اهتم خاصة بقطاعة التعليم العالي والثقافة والحركة الجمعوية المحلية. وإثر هذا المصاب الجلل قدم وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحمر إخلاص التعازي إلى عائلة الفقيد وإلى الأسرة الإعلامية راجيا من العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة. إنا لله وإنا إليه راجعون. دوليا يواصل الجيش الصحراوي استهداف جنود الاحتلال المغربي على طول جدار الذل بمنطقة الجرجروت مكبدا إياه مزيدا من الخسائر في الأرواح والمعدات. هذا ودعت مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني أمس في عريضة مكتوبة مجلس العموم للاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مستنكرين اعتراف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، حيث حث النواب حكومتهم على القيام بدور أكثر نشاطا داخل مجلس الأمن الدولي من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية. كما جددت اليوم جمهورية جنوب إفريقيا التأكيد على أن أي اعتراف بمزاعم الصحراء الغربية كجزء من المغرب هو بمثابة اعتراف بعدم الشرعية الدولية. إلى أفغانستان، أكثر من 15 شخصا لقوا مصرعهم بينهم أطفال في تفجير بدراجة ملغمة بمقاطعة غازني اليوم. أسفر أيضا الانفجار عن إصابة 20 آخرون بجروح. صوتت لجنة الخبراء في الولايات المتحدة الأمريكية لصالح منح الموافقة للقاح موديرنا، وهي الخطوة التي تمهد الطريق أمام بدء عملية توزيع 6 ملايين جرعة من هذا اللقاح مع نهاية هذا الأسبوع. وأظهرت التجارب أن لقاح موديرنا فعال بنسبة 94%، حيث جرب على ما يقارب 30,000 شخص من دون أن يحدث آثارا جانبية خطرة. إلى أخبار الفضاء، عادت أمس كبسولة صينية إلى الأرض تحمل معها أول عينات صخرية جديدة من القمر منذ أكثر من 40 عاما، مما يوفر إمكانية تكوين رؤى جديدة عن تاريخ النظام الشمسي، وهو أيضا ما يمثل حدثا تاريخيا جديدا لبرنامج الفضاء الصيني سريع التقدم. عودة الآن إلى أخبار الوطن لتعرفنا الزميلة جويدة بابا أحمد في الروبورتاج التالي على مائدة أساسية أو مادة أساسية في الموائد الجزائرية. الخبز أنواعه وفوائده نتابع. أساسيات المائدة الجزائرية فلا تكتمل إلا به، غير أن استهلاك الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض أصبح يثير الجدل، ما أدى بالعديد من الناس إلى التوجه نحو الخبز الصحي والمصنوع بالدقيق الكامل. الخبز الصحي وبزاف ناس دوكا راهو انتشرت العادات الصحيه في المجتمع تاعنا، وكما انا نشريه الوالده تاعي عندها مرض السكري، وكما اصحاب مرض السكري ما يقدروش ياكلوا الخبز بالدقيق الابيض. شريت خبز الشوفان والخبز تاع فيه ماده داخل الخروب، دائما هذا الوقت دائما 11 نجي نشري الخبز هذا، علاش؟ ثاني نشوف فيه باللي منتوج صحي. إكرام من محبي الخبز، لكن ليس كأي خبز يباع، تحرص على تحضيره بيدها، فهي من عشاق أنواع الخبز الصحي. هذا الشغف كان عندي وحتى وانا كنت نقرا في هندسه معماريه، حتى المشروع نتاعي تاع لا ليسونس درت انستيتيو دار كولينير تكنيك اوتيليير. نبغي نعجن بسبب وبدون سبب، يعني نجرب، يعني كل مره نشوف النتيجه كيفاش تخرج لي، مره يعجبني مره ما يعجبنيش.
هات تزيد قد ما يكون صحي اكثر وقد ما يكون الحفظ نتاعه اطول. ما تتمناه إكرام هو إنشاء مخبزة للخبز الصحي بالقمح الكامل وبعديد النكهات، مخبزة بمقاييس دولية، مشروع ينتظر الدعم. ختم النشرة بمنارة للعلم والمعرفة تهفو إليها أفئدة الطلبة من مختلف مناطق الوطن. زاوية الشيخ بالعموري بولاية البويرة التي تعكف على تحفيظ القرآن وتلقين أحكام الشريعة السمحة. المزيد في ريبورتاج نسيم يعقوبي. هي منارة للعلم والقرآن الكريم، زاوية الشيخ بالعموري، وبعد أن تأسست عام 95-800 ألف على يد الشيخ النذير بن يوسف، كان لها الدور الكبير قبل الاستقلال في دعم الثوار. هي اليوم منبر لتعليم القرآن الكريم وعلوم الشريعة وأصول الدين. قد توالى على مشيختها بعد الشيخ سيدي بالعموري من العام 1895 إلى 1918، خلفه الشيخ سيدي بن يوسف من 1918 إلى 1950 ثم إلى 2010 والدنا رحمة الله تعالى عليهم جميعا الشيخ سيدي محمد. وبقيت الزاوية على النهج والمنهجية التي سطرت لها من يوم تأسيسها، وتواصل الزاوية في أداء رسالتها، فهي البوابة التي يقصدها عديد الطلبة من كل ربوع الوطن. الزاوية هنا حققت بالمعنى المعروف للزاوية قديما وحديثا، حققت لهم الدراسة ويسرت عليهم بتوفر الفقه والعقيدة والتفسير والسلوك واللغة العربية إلى غير ذلك من التربية وإلى غير ذلك من الشأن الأعظم الذي أنشئت لأجله الزاوية، وهو تعليم القرآن الكريم. الطلبة الحمد لله يستفيدون، يحفظون القرآن الكريم ويقرؤون المتون العلمية في العقيدة والفقه والسلوك، تعليم القرآن الكريم، ثم بعد ذلك في إحياء نظام الوقف التعليمي والوقف الإصلاحي والوقف كذلك الخيري والوقف الخدماتي. زاوية الشيخ بالعموري تاريخ عميق ومغزى ديني وعلمية، زاوية استقطبت عبر تاريخها الكثير من العلماء والمشايخ. إلى التذكير بالعناوين. المجاهد والوزير الأسبق نور الدين يزيد زرهوني في ذمة الله، ورئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يعزي عائلة الفقيد. في اليوم العالمي للغة العربية، وقفنا عند مكاسبها بالجزائر رغم الجائحة، وكانت لنا فرصة لاستكشاف إبداعات شبانية في مجال القصص والتأليف بلغة الضاد. قرية كرابو بالبيض تستفيد من مشاريع تنموية في عديد المجالات، من شأنها فك العزلة عن الساكنة وتثبيتهم بأراضيهم. وكما تابعنا من البويرة، زاوية بالعموري بسيدي عيسى قبلة والطلبة في مختلف أنحاء الوطن لحفظ القرآن وتلقي أحكام الشريعة السمحة. نشرتنا تمت، السلام عليكم.